بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمود صالح من منطقة القرداحة من الطائفة العلوية. أنا من مرتبات فوج 46 حلب. أسرت في حاجز في معرض النعوان، وطلبنا من الدولة إنه يطلعوا أسير بدالي. ما مش الحال، بس شلون إنه مقابل 30 إيراني بيطلع أكثر من 2000 واحد؟ يعني إحنا هلا إنه بالأخير طلعنا معهد المستشفى وما حد سأل عنا ولا شيء ولا شيء.